النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كسفت الشمس في عهده ماذا صنع؟ صلى ركعتين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا صنع؟ أطال الصلاة إطالة طويلة، حتى جاء عند البخاري قام قياما طويلا بقدر سورة البقرة، وعند أبي داود بقدر سورة آل عمران. يعني لم تحدد سورة معينة، لكن لطولها حددها بعض الصحابة بقدر سورة البقرة وبعضهم بقدر سورة آل عمران.